يتسبب مرض السكري إذا لم يتم السيطرة عليه بمضاعفات صحية مثل تلف الأعصاب ومشاكل في العين والقدم والفشل الكلوي وغيرها. ويؤكد الخبراء أن تنظيم مستويات السكر في الدم هو أفضل وسيلة لعلاج المرض وتقليل أعراضه. وبرغم الدراسات الكثيرة التي تنشر حول هذا المرض، إلا أن هناك الكثير من المغالطات التي يرتكبها المرضى، وهناك بعض الشائعات والخرافات التي يتكرر ذكرها وباتت من المسلمات التي يؤمن بها الكثيرون. وإليكم أهم 5 خرافات حول هذا المرض القاتل. مرض السكري 1، ولا يوجد نوع خفيف من مرض السكري أو نوع شديد، وكل أنواع مرض السكري إن لم يتم التحكم فيها تؤدي إلى مضاعفات خطيرة. ومن الشائعات أيضاً أنه لا يمكن لمريض السكري تناول السكر. طبعاً هذا الكلام غير دقيق، لأن على مريض السكري تناول غذاء متوازن وصحي، أي أن يكون قليل الدهون والملح والسكر، وبالتالي يمكن أن تشمل بعض الأطعمة بعض السكر. ثالثاً، مأكولات مرضى السكري ليست بالضرورة هي الأمثل بالنسبة لمريض السكري، فعلى سبيل المثال شوكولا مرضى السكري لا تزال تؤثر على مستويات الجلوكوز في الدم، ويمكن أن تسبب الإسهال، والبديل هو تناول الطعام الحقيقي لكن بكمية أقل. رابعاً، لا يمكن لمرضى السكري ممارسة الرياضة، وهي إحدى الشائعات الدارجة كثيراً. هي مقولة خاطئة، وهي جانب من نمط الحياة الصحي التي على المريض الالتزام بها، كما أن المواظبة على التمارين الرياضية يقلل المضاعفات المرتبطة بالسكري مثل أمراض القلب، لكن لابد من وجود إشراف طبي للتوصية بتمارين بعينها. خامساً وأخيراً، لا يمكن لمريض السكري أكل العنب أو المانجو أو الموز لأن طعمها حلو، وهي أيضاً من الشائعات الكثيرة، لكن الواقع أن تناول الفاكهة أمر صحي تماماً طالما تتبع نظاماً غذائياً يشمل هذه الفاكهة، ويشكل الموز والعنب خياراً صحياً، كما أن الفاكهة غنية بالألياف وقليلة الدهون وغنية بالأملاح والفيتامينات، وتساعد على الحماية ضد أمراض القلب والسرطان وبعض مشاكل المعدة.